من جانب آخر ما هي آخر مستجدات الأساتذة؟ أولا ملف الأساتذة أطر وموظفي الأكاديميات تتابعه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث. كاينش طرف آخر؟ البحث العلمي لا، ليس هناك قطاع حكومي آخر، هذا ملف يتعلق بوزارة التربية الوطنية تتابعه. نتطلع إلى حوار 23 أبريل يكون محطة لإنهاء هذا المشكل بما يضمن الاستقرار المهني والأمن الوظيفي للأساتذة. أيضا الحكومة معبأة من أجل ضمان مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل على مستوى الزمن المدرسي.